سارة سارة مطارة. خلاص خلاص على طول انت على الريش على طول على الريش. نسبة الجمهور سارة سارة مطارة على ليلي. انت على الريح قال خلاص ساعة اربعة و صقري عيال الحين يعني متأخر. يلا ها شكرا الله ما جرى فيك نسبة الجمهور حصلت على نسبة يا الغالي على هونك من يغلق بس هونك دمك يا الغالي عليك الحمد لله خلاص تعال تعال بخوه قاعد يطبخ يا الغالي على هونك صقري 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 ادرس خلاص مين لا لا ما سمعت النتيجة؟ ها؟ ما سمعتها؟ من؟ النتيجة؟ على مين؟ سارة سارة ما دارة تعجز؟ يلا يلا اثبت الجمهور لا 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 تخلونا حماس مع الفاضي اسرس لا والله متحمسين شوف نسبة الجمهور طوال اعماركم من 40 حصلتوا على نسبة 32 سارة سارة ما طار سقي 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 المشي المشي ايش الابداع ذا؟ طيب الحين ايش الابداع والاستحضار حركات هذه؟ نسبة من ابو علي ماشي ماشي اي سوها 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 مرة ثانية عطني سارة شو؟ يلا لا يلا سوها سوها سارة سارة ارجع ورا ارجع ورا يا اللي تبي طلعت كرا وان جات ردات البرا الاولة دايم لنا غير الاول ما نبي يا اللي تبي راس الظبي اسمع اسمع تعال تعال محمد تعال هدي يا محمد محمد لا 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 لا, لا. والله من الشيطان رجل ليتك ما تضيع خلاص اني طالبك يا عبد العزيز والله طلبه طلبه مش طلبه انا طالب عظيم مني انا طالبك طلبه يا عزوز هالمره بس مزح وجهي مره ثانيه شباب شوف خنزرانة ادرك ما تحمل نجي اقعد عند اقعد خلي الهياط نجي هذا بيطلع ليش طلبنا احنا تعال ليش طلبنا نجي تشويش يا ولد عند نسبة طبع طبعا بمية من مية بمية من مية بمية من مية يعطيكم العافية يا الله يعافيك يا علي زين انك شملتنا كلها ما عرفتك ابى اقول لكم النتيجة صراحة بهداوة يلا امشي سارة سارة بتجيب بس عشان لا لا ما عاد بيسألوا بعطيكم سارة سارة بيقوم عليكم طبعا شكل النسبة والله اللي حصلتوا عليها اليوم يا رب نسبة يا رب وبرضو أعيد شكرا لصقري مبدع حبيبي تعلم والله يا ولد حقك يا ولد يا ولد والله حقك أبو علي جالس يمدحه أبو علي والله انبسط حصلتوا على نسبة طبعا من 100 اللي هي على من 100 يعني ما شاء الله خذ راحتك العب اعصابك نوار ما عنده نوار ما عنده خلفيه وان شاء الله المره الجايه يكون عنده خلفيه بس ابدعت بدر اسلم بدر انا ايش فيني بدر طبعا صاحي من النوم اي والله صاحي من النوم وكان يعني لمخه زي اللي يقول قم يا ولد زوجك اليوم ايوه عرفت حلو توصيل بس حلق يعني ف الله يبيض وجهك هيثم قدرتهم شكرا على نقل المعلومات حبيبي بعد كنت مبدع بس لو ان واحد صاحي معك مضبوط المطبخ ما جبت المية وسائر موجود يا سائر يا سائر موجود كان هذا العملاق ورد باب جازات لم تطري على مخلوق باذن الله في خير وبركه شباب فك الباب خلني حصلتوا على عشان ما انا مناخ شخصيه حصلتوا على نسبه واحد هي واحد هني واحد هني 81 91 91
101 خلك واقع قول 71 بالكيلو 81 لا 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 تبالغ شويه خلك لا تبالغ لا تبالغ لا اوفر يا حسين لا تبالغ لا تبالغ خلك محل لا توصل معلي 80 اتحاول كم 91 حصلته على 81 صراحة معكم 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 معكم